السلام عليكم. اولا انا دكتور عمرو الراوي، دكتور بيتس، بس النهارده نتكلم باختصار عن اول حاجه نبدا بيها ازاي لسه هشتري بابي من الاول او هجيب جرو من اي حد او من اي مكان. ايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعرفها في الاول، وكمان حاجه اللي هي برامج التطعيمات، او انا المفروض اعمل ايه في الفتره الاولانيه. اول حاجه طبعا طريقه اختيار البابي، وان في انواع من الكلاب بتبقى مناسبه مثلا تبقى جوه البيت تعيش، تقال عليها هاوس دوجز. في كلاب تانية ممكن تبقى مناسبه لمكان مثلا بره البيت او كده، فلازم يكون الاختيار بتاعي اصلا مبني على انا احتياجاتي ايه وعايز ايه من الكلب بتاعي، وبناء عليه اقدر اقرر انا ممكن احتفظ باي نوع من انواع الكلاب دي. كده حاجه عامه. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها ان التطعيمات، وامتى الكلب بيتطعم، والمفروض ان انا اعمل ايه عشان اعرف مواعيد تطعيماته وابقى انا ماشي في الامان. الموضوع باختصار شديد جدا ان في اكتر من نوع للتطعيمات، اللي هم بيتمثلوا في الثنائي والخماسي والثماني مثلا كتطعيمات فيروسيه. دي الثلاث حاجات المتعارف عليها اللي موجوده عندنا هنا في مصر. كل واحد فيهم طبعا بيبقى ليه سن، فلو انا بطعم من سن صغير عند عمر 28 يوم الى شهر مثلا، بيبقى ده بياخد التطعيم الثنائي اللي هو فيه البارفو والديستمبر، او الحاجات المشهوره جدا اللي بتصيب الجراوي الصغيرين. دي الاستيب الاولانيه. طب لو انا اوريدي باس وعديت الفتره بتاعت ال 28 يوم او الشهر، يبقى بلتزم بالتطعيمات من عمر 42 يوم. بنبدا بتطعيم اسمه تطعيم الثماني، وده بيتاخد جرعه، وليه جرعه تنشيطيه بعديها بثلاث اسابيع، والجرعه الثالثه والاخيره بعديها بكمان ثلاث اسابيع. ولما بنوصل لعمر 3 شهور بياخد جرعه واحده من تطعيم الريبز المستورد طبعا، وبيبقى كده استكمل تطعيماته. طب بلس الحاجات دي، في حاجات تانية انا اتكلمت بس عن الفيروسات والحاجات اللي هي بتعمل شوية الريتيشن للناس، ان اي كلب تعبان شوية في سنه صغير ناس كتير بتقول ان ده بارفو. طبعا الكلام ده مش صحيح، موجود ومنتشر وكل حاجة، بس هو ده بيبقى ليه علاقة بالفاكسينات وبالسن وبالرعاية وبالماتيرنال اميونيتي، اللي المفروض الاب والام اصلا متطعمين او لا، فحبينا نبدا بيها. تاني حاجة بنستخدمها للبابيز طبعا الدي وورمينجز، او الادوية بتاعت الديدان، ودي المفروض ان انا ببدا استخدمها من اول ما بيبدا فيه شيفتنج للاكل، او ان لما يبدا يبقى فيه فطام سواء كان عندي او في المزرعه. لكن طول ما هو يعني مع امه وبيرضع وكده ما فيش مشاكل، وما بنستخدمش اي ادويه عند الحاجات دي، بنسيب الامور تمشي يعني بشكل طبيعي. لما بنبدا نوكل بنبدا نستخدم جرعات الديدان، والديدان دي ليها جرعتين اتنين، جرعه واحده للوقايه بتستخدم مره واحده، ولما بيبقى فيه انفكشن او يبقى فيه عدوى او اتاكد ان فيه مشكله موجوده ببدا ريبيت الكلام ده بعد اسبوعين، عشان في ناس كتير بتبقى فاهمه انه بيفضل طول عمره يدي الكلب بتاعه كل اسبوعين جرعه ديدان، وده طبعا مش صح. هي بتتاخد مره كل 3 شهور، دي الجرعه الوقائيه، وبتتكرر بعديها باسبوعين لو اكتشفنا ان في مشكله فعلا موجوده تستدعي الجرعه العلاجيه، وقد نحتاج ان احنا نعمل ده تاني وممكن لا. اخر حاجه بنستخدمها للبابز للحمايه طبعا هي مشكله القراض بين قوسين او التكس، ودي انا في تقديري يعني انها من اكبر المشاكل اللي موجوده، هي مشكله قديمه جدا وتقريبا ما فيش حد ما بيعانيش منها. والموضوع فكرته باختصار شديد جدا، ليها ادويه امبولات بتستخدم في الجسم، ليها اكتر من طريقه واكتر من نوع، وفي حاجات كتيره. الفكره كلها ان الحشرات دي احنا انا ما بعتبرهاش مرض في حد ذاتها، دي حاجه اسمها للنظافه، يعني حاجه المفروض ان انا ابدا بالوقايه، يعني ما استناش لما يبقى عندي ديدان، ما استناش يبقى عندي قراض وبعدين ابدا اتريت الموضوع او ابدا اتعامل معاه. لا، المفروض ان انا وشغلتي انا اصلا كدكتور بيطري المفروض ان انا امنع اصلا حدوث المشاكل بالحفاظ على التطعيمات ومواعيد الحاجات اللي بتتعمل، فان احنا نبقى سابقين بخطوه. التريتمنت والقصه دي قصه تانية بتيجي دايما نتيجه فيلير، او ممكن تبقى بشكل طبيعي انه تعب من وقت للتاني، لكن رقم واحد اللي بيطعم في مواعيده، اللي بياخد حاجته كلها قبل ما تبقى فيه مشكله، فدايما بيبقى في احسن حال وبيبقى صحته كويسه معظم الوقت، ما بيعياش كتير وما بيحتاجش ان هو يبقى فيه متابعه ليه كتير. فدي الحاجات الاساسيه اللي المفروض الناس تبقى انا هقولها في جمله واحده. تطعيم الثنائي بيتاخد من عمر شهر او 28 يوم، اول ما بنوصل 42 يوم او 6 اسابيع بنبدا بتطعيمات الثماني، وده بيتاخد 3 جرعات كل 3 اسابيع، وعند عمر 3 شهور جرعه واحده من تطعيم الريبز، يبقى انا كده حميت كلبي. وبعد كده في جرعات تنشيطيه بتتاخد مره كل سنه، والتطعيمات اللي موجوده دي بتكفر فتره زمنيه اطول من سنه، لكن احنا الروتين اللي بنشتغل عليه هنا يعني سنوي. لو انا عملت ده وحافظت على ادويه الديدان والحشرات في مواعيدها، اعتقد بنسبه كبيره ان انا هقدر احافظ على حياته، ومش هيبقى معرض لمشاكل كتيره، يعني تقريبا في معظم حياته هتمشي الامور بشكل كويس. طيب حاجه كمان كنت عايز اتكلم فيها، انا اتكلمت صراحه فيها في اكتر من مكان قبل كده، يعني ويا ريت نركز فيه قوي، في فرق كبير جدا جدا ما بين الريبز او السعار كمرض
فيروسي بيصيب الجهاز العصبي للكلاب او للكائنات الحيه اللي بيصيبها بشكل عام، سواء ايفن حتى في البني ادمين. بس انا بنتكلم ان ده مرض بيصيب الجهاز العصبي بيصاحبه اعراض كتير قوي، فمش معنى ان اي كلب بيهوهو او بيهاجم او بيعض او بيجري ورا حد ده معناه انه كلب مسعور. ده طبعا حاجه مختلفه خالص. الكلب الشرس والكلب اللي بيهاجم ده جزء سلوكي، لكن الجزء الثاني بتاع الريبز او السعار ده جزء صحي وطبي، ان ده فيروس مسؤول عن اصابه الجهاز العصبي للكلب، فبيسيطر عليه بالكامل، بيخليه ما بيشوفش، ما بياكلش، ما بيسمعش، عنده فوبيا من كل حاجه، فوتوفوبيا وهيدروفوبيا، بيخاف من الميه، بيخاف من الضوء، ما بياكلش، ما بيشربش، بيبقى فيري ايريتنت، بيموت في الاخر من قله الاكل والشرب، لانه بيحصل له شلل في عضلات التنفس وفي يعني. فالموضوع ده موضوع مرضي بحت، وانا كدكتور واقدر اقولها بصوت عالي يعني ان الحالات دي نادره جدا جدا جدا، مش كل يوم والتاني بيجي حد، ما بنوصلش اصلا للليفل ده، لان اللي بيبقى عنده كلب او في كلب عنده سعار ده ما حدش يقدر يخش له ولا يقدر يتعامل معاه اصلا ولا يقدر يقرب منه، لان ده خلاص في حاله هياج، ولا صاحبه ولا اي حد في الدنيا. فدي قصه تختلف تماما عن ان يكون كلب بيعض او ان يكون كلب بيحرس او انه يكون بيعمل كده. ده جزء سلوكي. السعار مرض ملوش علاج، حله ترمينيشن، وده اللي مكتوب في الكتب، يعني كلب يتضرب بالنار حتى ايفن مش توبتهم تسليب، يمكن في ناس ما ينفعش تقرب منه لان دي بؤرة خطر وقنبلة، ممكن لو ده سابه عض كلاب تانية وابتدى يتنقل من مكان لمكان ممكن يبقى عندنا مشكلة خارج السيطرة. عشان كده الموضوع حله سهل، تطعيمات، الجرو يوصل 3 شهور ياخد اول جرعه تطعيم بتاعته، ما نستناش ونمشي بتطعيمات كويسه وسليمه من اماكن موثوق فيها، ونبدا نمشي على الروتين ده كل شهر. الكلب اللي متطعم ما بيجيلوش ريبز الا لو كان في فيلير، ودي ممكن تبقى نسبه يعني ربع في الالف، ربع في المية، لان ده مرض قديم وموجود وخطر في الدنيا كلها والناس كلها عرفت تكافحه. بس احنا بحكم ان عندنا يعني الامور شويه، في كلاب بلدي مثلا في الشارع، في جزء منهم في ناس بتعمل حملات من وقت للتاني تطعم الكلاب، لكن الكلاب دي طبعا مش متطعمه، وبالتالي احنا سسبكتد. فالحمايه الوحيده هي التطعيمات، تتاخد بانتظام في مواعيدها ومش اكتر من كده، ده اللي احنا نقدر نعمله، وده اللي العالم كله وفي دول اوروبا وكل حته قدروا يحافظوا ان هم يبقوا فري اوف ريبس، يعني ما عندهمش ولا كيس. فزي ما الناس دي قدرت تعمل احنا كمان نقدر نعمل، بس بالوعي، ما استناش، ما طنش، ما اقولش لا ده مش مهم. في ناس كتير عندها كلاب جريفونات وعندها كلاب اللي هم التوي بريز الحاجات الصغيرين، والقطط على فكره بيجي لهم ريبس برضو زيهم زي الكلاب، وفي فكره عامه كده عند الناس ان لا اصل ده الكلب بتاعي جوه البيت فيجي له منين السعار فانا ما اطلعوش. ده غلط غلط غلط، لان دي مشكله اكبر من علاقتي بكلبي او اقتنائي لحد، او دي مش مشكلتك الشخصيه، انت لازم تحمي نفسك وتحمي مجتمعك بان انت تطعم كلبك، حمايه لغيرك اكتر من حمايه لنفسك حتى لو ما بيخرجش. القطط نفس الكلام. فلو احنا التزمنا بده بعد فتره من الوقت بيختفي المرض، زي ما في امراض كتيره جدا كانت موجوده في وقت من الاوقات وبتعمل مشاكل كتيره، والامراض دي كلها اختفت ودلوقتي ما بقتش موجوده.